نحن معكم في حلقة جديدة من برنامج بيت الحكمة، برنامج الثقافة والكتاب والحضارة. في برنامج بيت الحكمة بعد قليل، الكتب الحديثة الإصدار. ضيفتنا هذا الأسبوع في قسم اللوحة من برنامجنا هي سيبال أرأسلان. وفي القسم الكلاسيكي من برنامجنا سنتناول كتاب حسن العشق. وفي قسم الكليات سنتناول أرهان كمال وكتبه. أما في قسم الكتاب المفقود فيوجد لدينا كتاب زواج الشاعر للشاعر شيناسي. نبدأ معكم برنامج بيت الحكمة. كنا قد تعرفنا مسبقاً على الكاتب حسن قمشقولو من خلال كتبه التي كانت تحمل اسم الدولة العثمانية وتاريخ المذاهب، الخلافة وتأثير الاعتقاد الديني والحداثة عليها. وقد تناول الكاتب في كتابه الأخير هذا أيضاً موضوعاً مهماً، حيث أنه يبحث في طول هذا الكتاب فيما إذا كانت الحداثة سبباً في انهيار الدولة العثمانية، ليبدأ ببحثه عن جواب لهذه الأسئلة، حيث أن هذا الكتاب يتحدث عن كيفية ابتعاد الدولة العثمانية عن عادتها وقيمها الدينية في الآونة الأخيرة من عهدها، كما يتناول أيضاً الأثر السلبي الذي تركته كل هذه الأمور على البنية الاجتماعية للدولة العثمانية. لقد كان عام 2011 بمثابة زلزال للعديد من البلدان العربية في مقدمتها مصر، وذلك بقيام ثورة 25 من يناير التي قام بها شباب مصر العبقري الذي دونها في سجلات التاريخ إلى الأبد. والكتاب يتحدث عن أعمق وأشد الأيام تأثيراً وتأثراً، وهي تلك الأيام 18، والكتاب يتمتع بحرية العرض والمناقشة والرد وصولاً لرؤية أفضل لأحدث هذه الأيام العصيبة والتطلع إلى إقامة مجتمع ديمقراطي سليم. سنتحدث مع ضيفتنا الكاتبة سيبال أرأسلان لهذا الأسبوع في قسم اللوحة من برنامجنا عن حكايتها مع الكتابة وعن الكتب التي قامت بتأليفها. هل يمكنك أن تحدثين عن قصتك مع الكتابة؟ نعم، أنا ولدت في إسطنبول عام 1967. مهنتي الأساسية كانت المحاماة، لكنني لم أمارس مهنتي هذه، حيث إنه كانت هناك صعوبات تواجه المرأة من فترة لأخرى في تركيا. في هذه السنة تم حل جزء من هذه المشاكل، ولكن خلال هذه الفترة كنت قد وضعت لي هدفاً في الحياة أسير عليه، حيث قمت بكتابة العديد من المقالات الثقافية والفنية بما يتعلق بتطورات الأحداث الجارية في الساحة الفنية والثقافية، وازدادت اهتماماتي بالأدب. ولكن إذا أردتم الصراحة فإن أول ظهور لي على الساحة الأدبية كانت مجلة الدرجه الأدبية، حيث تعلمت على يد الأستاذ مصطفى كتلو وبدأت العمل إلى جانبه. فكما تعرفون إن العمل في المجال الأدبي شيء آخر يختلف عن العمل الصحفي، هناك تشابه نوعاً ما ولكن كل منهما يختلف عن الآخر. ما هو محل كل هذا الكلام الذي تحدثتم عنه من مغامرات ومصير المرأة في آخر كتاب ألفتموه بذكر اسم السيدة عائشة والسيدة فاطمة رضي الله عنهما في مجتمعنا المعاصر برأيكم؟ هذا سؤال مهم، لأنه باتباع النمط الذي كان يسير عليه سيدات الجنة الأربعة هؤلاء يكون قد اتبعت النهج الصحيح. وأنا أدرس هذا الموضوع منذ 15 سنة، وأدرس عنه وأكتب عنه، وأعتقد بأنني قد قمت ببحث عن تاريخ المرأة، حيث إنه لدي اهتمام كبير بخصوص هذا الموضوع، وأعتقد أنه سيكون لي أعمال بهذا الخصوص تبعا. وأثناء بحثي هذا لاحظت أنه لا يوجد أي تاريخ بهذا الخصوص، لأن هذه الشخصية
كانت حقيقية، ليست عبارة عن أساطير وأقوال وأمثال وشيء من ضرب الخيال. يعني هذه الخطوط الأربعة الطويلة هي الخطوط التي رسمها سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بغصن شجرة النخيل على التراب. هذه الخطوط الأربعة الطويلة هن سيدات الجنة الأربعة، فهن سيدات لم تكتب أسماؤهن في صفحات التاريخ السوداء الغابرة، بل إنهن أروع وأكبر من هذا، واليوم قد وصل جزء من نورهن إلينا. وعلى الرغم من أن السيدة عائشة ليست موجودة في هذه الخطوط الأربعة الطويلة التي رسمها النبي محمد عليه السلام ليطلق عليهن سيدات الجنة، إلا أنها هي التي نقلت لنا كل هذا، وكانت مكملة لتلك السيدات العظيمات الأربعة، وهن السيدة آسيا بنت مزاحم، السيدة مريم بنت عمران، السيدة خديجة بنت خويلد، والسيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، فهي التي عاشت معهن في نفس العصر، وهي التي نقلت لنا الأخبار من الماضي البعيد، والتي كانت عبارة عن جسر يربط ما بين الماضي الغابر والغد القريب، فهي كانت جسر الزمن. وبسؤالكم أين تقع السيدات في كتاباتك، فهؤلاء السيدات العظيمات جداتنا وجدات كل المؤمنين، هن يشكلن نعم القدوة لي ولكل فتيات المسلمين. فالسيدة عائشة هي السيدة التي تنور الفتيات المسلمات اليوم، فهذه المساهمة التي قامت بها السيدة عائشة في تاريخ البشرية مهمة جدا. لا تغضب من أحد بسبب أفعاله، بالعكس بل اشكر من قام بخيانتك لأنهم قد علموك الوفاء، وكن ممتناً من الكاذبين لأنهم ساعدوك كي تفهم معنى الصدق، وادعو لمن جعلك حزيناً لأنهم جعلوك تشعر بالسعادة بإحساس أعمق. لذلك فالحياة أجمل لأنها تفرق ما بين الأبيض والأسود، مولانا جلال الدين الرومي. هناك مواضيع كثيرة عن النفاق في القرآن الكريم، فالمنافق يطلق على من يظهر الإسلام إلا أنه في باطنه لا يؤمن بعقائد الإسلام ويكن العداء للدين، فهو يفعل هذا للتقرب من المسلمين والظهور بوجه حسن أمامهم ليدبر لهم المكائد. وقد يكون العدو الذي يظهر عداءه يحمل أخلاقاً أفضل من أخلاق المنافق، لأنه على الأقل يظهر ما بداخله، أما المنافق فيقوم بحياكة الخدع من وراء ظهر الشخص، ويكذب ويفتري ويصنع الفتن ليقوم بتقديم الأضرار للإسلام والمجتمعات الإسلامية من الماضي، ويستمر في إعطاء أضرار وخيمة حتى يومنا الحالي من خلال مؤامرات يحيكها ضد الدين الإسلامي. لذلك فالقرآن الكريم تحدث كثيراً عن موضوع النفاق، وذكر صفات المنافقين ليتعرف المسلمون جيداً على مفهوم النفاق، ويتجنب هؤلاء المنافقون الذين توقف عليهم القرآن كثيراً في العديد من الآيات وحذر المسلمين منهم، فإن ما قام به الكاتب من عمل في هذا الكتاب مهم للغاية من ناحية إدراك هذا المفهوم جيداً. يضم هذا الكتاب طائفة لطيفة من الإبداع تجمع بين العلم والأدب بأسلوب نقي صاف ولغة عذبة سهلة، تتحدث عن تسلسل الأحداث التاريخية منذ جاهلية دمشق حتى العهد الأخير الذي عاشه المؤلف عام 1372 هجرية 1953 ميلادي، ويشير إلى مخططها وأوابدها وصفاتها وسكانها وصفاتهم وميزاتهم وحياتهم العلمية والفنية والصناعية والتجارية، ويتحدث عن غوطة دمشق وجمالها. لقد عاش هذا الشاعر التركي المشهور الشيخ غالب ما بين الأعوام من 1758 حتى 1799، حيث أنه قدم إلى الدنيا في أحد بيوت المولوية في منطقة ينيقابي في إسطنبول. والده كان مصطفى راشد أفندي، وأيضاً كان شاعراً وكان كاتباً أيضاً في ديوان الهواميون في الدولة العثمانية. إن والده الذي ترعرع في وسط الطريقة المولوية كان أول معلم لابنه غالب، لذلك
فقد صار غالب على نفس النهج الذي صار عليه والده، وقد عبر عن هذا في العديد من أعماله، حيث أنه يبعث بالسلام لوالده ويدعو له فيها. وكان عمل حسن العشق من أهم الأعمال في تاريخ أدب الدواوين، وبعد ذلك أخذ لغة الكتاب يكتسب رمزية جديدة لتأخذ اسماً جديداً كما هو مأخوذ من الغرب لتسمى سبكي هندي. فهذا الكتاب ينقل قراءه إلى عالم خيالي آخر من خلال الرموز العديدة التي استخدمها الكاتب في السرد، ومن خلال الخيال الواسع والغني والذي لا حدود له والمتجاوز لكل الحدود والمتداخل بعضه ببعض ليتجاوز لغة الشعر ويطير بعيداً في آفاق اللغة ليفتح باب الخيال الغير محدود على مصراعيه ويطير في عالم آخر. إن مثنوية حسن العشق المؤلفة من 2041 بيتاً شعرياً قد استخدم الشاعر فيها تعابير مليئة بالتقنية العالية للشعر التي كان يمتلكها. إن هذا العمل الذي يتحدث عن قصة حب حدثت بين إحدى الفتيات التي تسمى حسن من أحد القبائل العربية وبين رجل يسمى بعشق، فهو من خلال تحدثه عن الحب الجاري بينهما كان يسلك بالأساس بعداً صوفياً في سرد هذه القصة، ليصبح هذا الأثر من هذه الناحية من أهم آثار وكتب الأدب الصوفي. إن الشاعر الكبير الشيخ غالب يعبر في كتابه حسن العشق أن كل مظاهر الحب والجمال يكملان بعضهما البعض، ولكن في واقع الأمر كلاهما مصدر له، فهذان المفهومان في التصوف الإسلامي لهما معنى آخر ومفهوم مختلف تماماً عن المفهوم الغربي، حيث أن المفهوم الغربي له تعبير خاص بهذا الخصوص يقول فيها كل شيء جميل يحب، ولكن المفهوم الإسلامي بشكل خاص المفهوم الصوفي منه يقول المحبوب جميل، ليجعل المعنى بعداً آخر. وبهذا فإن كتاب حسن العشق للشيخ غالب يحتوي على معنى اعتراضي ومخالف للمفهوم الجديد للإنسان بما يخص الحب، ليتحدث عن بعد آخر بعيداً عن مفهوم الإنسان العصري الحديث. إن الكاتب في كتابه هذا يتحدث عن التغيير السريع الذي حدث في العالم في التسعينات وما تركه على تركيا من تأثيرات من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى السياسية، كما أن ما حدث للعالم من سرعة في العولمة والتغير السريع الذي حصل نتيجة دخول تقنيات الحاسوب والإنترنت قد أكسبت مفهوم الاتصالات بعداً جديداً. فهذا الكتاب ضروري جداً للقراء الذين يودون التعرف على مدى تأثير العولمة ووسائل الاتصال والتواصل هذه على السينما التركية. ديوان بلادي للشاعر الفلسطيني خالد غبارية عبارة عن رسائل حب وشوق صاغها قلب الشاعر بكل شفافية، هي إعلان حب صريح كانصهار النار بالريح. يحلق خالد غبارية في سماء البلاد ويشكل فضاءً واسعاً له ولحبيبته بين الشاعر العاشق والحبيبة. البلاد رسائل عشق نقية مطرزة بالحب الصافي والوفاء الأبدي، براءة في الاسترسال الشيق والجميل. في كل رسالة يترك الشاعر غبارية وصية تذكارية لتكون طابعاً لها. نستمر في حديثنا مع سيبال أر أسلان لنكمل بقية حديثنا عن الموضوع الذي كنا نتحدث عنه. أنتم بحديثكم تريدون أن تعطوا درساً لحياة البشرية بأكملها، وبذلك تظهرون للناس ما هي الأشياء التي يجب التوقف عليها، وهل حياة السيدات الأربعة تلك توحي لكم شيئاً من حياتكم أيضاً؟ هذا سؤال صحيح، حيث إنه يحمل الحقيقة لي ولكل الفتيات في يومنا هذا من ساعة مجيئهن للحياة وحتى ساعة بدئهن السير على أقدامهن، فيجب عليهن المرور من مصفات الزمن ويسلكن طريق النور الذي سارت عليه تلك السيدات العظيمات.
وهدفي الأساسي هو نقل كل هذا إلى حياتنا اليوم. وعندما تقرؤون عن أمهاتنا العظيمات تلك، أيضاً تتولد لديكم فكرة عن حياتهن. ستعرفون كيف أنهن يحملن خصالاً تخصهن فقط من سائر نساء العالم. ستعرفون كيف أنهن نساء فاضلات، نساء مختارات، ويشكلن القدوة لنساء العالم جمعاء. نحن نبدأ دائماً في كل أعمالنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بهذا نحن نخاطب الله عز وجل بصفاته وهي الرحمن والرحيم. فهذه الصفات موجودة أيضاً في أمهاتنا، أي صفة الرحمة. وقد منح الله هذه الصفة الجميلة البراقة لكل الأمهات تجاه أولادهن. فهذه الرقة والحنان والرحمة التي تحملها الأم تجاه طفلها الصغير، كلها تذكرني بصفة الرحمن لله عز وجل، وتذكرني بمعجزات فنه وإبداعاته في نفس الوقت. في النهاية السيدة آسيا ضحت بحياتها، وكانت تحمي سيدنا موسى عليه السلام حتى النهاية، والسيدة مريم عليه السلام تمنح حياتها لابنها وتتحمل حتى قرار الإعدام الذي صدر بحقها بسبب ذلك. ولكنها على الرغم من كل هذا تحملت ودافعت عن شرفها هذا لتنهض بكل شجاعة، وتحمل ابنها بيدها وتدافع عنه بكل قوة لتكون مثالاً للشفقة والرحمة تجاه ابنها عيسى عليه السلام. ما هي أعمالك التي تكون قد أعطت مفهوماً يعرف بحياة المرأة التركية، وبالأحرى ما هو العمل الذي إذا ترجم للعربية نستطيع بذلك كسب السيدات في العالم العربي؟ نعم، هناك العديد من الأعمال الأدبية في الأدب العثماني تتناول العديد من حياة سيدات فاضلات وأمهاتنا العظيمات في الدولة العثمانية. فمثلاً هناك عمل للسيدة فاطمة عالية باسم المحاضرات، قد تناول حياة السيدات العظيمات اللواتي تحدثت عنهن أيضاً في أعمالي، فذاك العمل مهم جداً على سبيل المثال. وأيضاً والأميرة المصرية الرائعة قدرية حسين أيضاً قد ذكرت حياة أمهاتنا الأربعة في أحد أعمالها. هذه أعمال مهمة في فترة الدولة العثمانية، وكانت هناك علاقة أخوة تربطنا مع الدول العربية في تلك الفترة. على سبيل المثال، عندما صدر لي كتاب باسم السيدة خديجة رضي الله عنها، قد راسلتني سيدة لبنانية عبر البريد الإلكتروني، تعرفت علي أيضاً من خلال قناتكم، قناة التركية، لتعبر لي عن حيرتها بسماعها عن أعمال عن السيدة خديجة في تركيا، وأضافت أنها لم تكن تعرف أن التلفزيون التركي يهتم بمثل هذه المواضيع. مع العلم أن هناك أعمال أدبية كثيرة بهذا الخصوص في الأدب العثماني، ولكننا لا نعلم شيئاً عن كل هذه الأعمال حالياً. هذا يعني يجب أن يكون هناك تعاون ثقافي، يجب لهؤلاء الناس أن يجتمعوا ويتحدثوا مع بعض، وبالأحرى يجب عليهم أن يتعرفوا على بعض. نحن كمجتمع نحترم ونحب كثيراً أهل البيت، ونحن نتميز بهذا سواء المجتمع التركي في الدولة العثمانية أو المجتمع التركي في يومنا الحالي، وسواء في منطقة الأناضول، كلنا نهتم جداً بحياة أمهاتنا العظيمات. إن مهمة الكاتب ليست في حمل القارئ على الثقة به، بل حمله على التفكير معه. ما أرخص الأدب لو أنه كان مثل السياسة طريقاً إلى اكتساب الثقة. لا، إن الأدب طريق إلى إيقاظ الرأي. لا أريد من قارئي أن يطمئن إلي، ولا أريد من كتابي أن يربح قارئي. أريد أن يطوي القارئ الكتابة فتبدأ متاعبه، فيسد النقص الذي أحدثه. أريد من قارئي أن يكون مكملاً لي، لا مؤمناً بي، ينهض ليبحث معي، ولا يكتفي أن يتلقى عني. توفيق الحكيم. إن الكاتب فاتح رفقي أطاي هو من الشعراء الذين عاشوا في أوائل العهد الجمهوري، وهو من أكثر المدافعين عن الانقلاب الذي أحدثه أتاتورك والتغير والتوجه نحو الفكر الغربي. فبعد نجاح مشروع الدولة القومية الغربية في إسقاط الدولة العثمانية، لعب دوراً أساسياً في إعادة تأسيس الهوية التركية، حيث أنه استخدم وسائل الإعلام من خلال هويته الصحفية كجهاز أيديولوجي، حيث أنه قام بأعمال يؤيد فيها الإصلاح الديني وأعمال التغريب في المجتمع، كما أنه دخل المجلس القومي التركي الأعلى
كنائب في حزب الشعب الجمهوري في عام 1923 ليحافظ بنفس الوقت على هويته الصحافية أيضاً. فهذا الكتاب من ناحية أنه يجعلنا نتعرف على الصورة الحقيقية لأحد الكتاب المتأثرين بالثقافة الغربية، فهو مهم جداً أيضاً لأنه يعطينا تلميحات عن شخصيات الكتاب المتغربين ويجعلنا نتعرف عليهم أكثر. رغم ما تنطوي عليه جرائم النصب من اغتصاب لأموال الناس وسلب حقوقهم، إلا أنها من جانب آخر تحمل الكثير من الفكاهة لما تتسم بها طريقة ارتكابها من استخدام حيل وخدع لم تخطر على بال الإنسان العادي التعامل معها، وتكشف مدى تفاهة عقول بعض الناس في مواجهة ذكاء النصاب وقدرته على الإقناع، وتلعب الضحية دوراً كبيراً في تسهيل مهمة النصاب، فهي غالباً ما تكون على قدر كبير من الطمع والجشع، بحيث تنطلي عليها ألاعيب النصابين وحيلهم، فسعيها نحو الربح الفاحش والسريع يجعل عقلها بعيداً عن التفكير المستقيم والمنطق. ما نفع المال والملك والنقود؟ إذن لم يكن هناك غنياً في الرأس، لم يفكر أبداً في المال والملك، كانت له كتب، كان قد جعل نفسه منغمراً في عالم الكتب، كان يتمنى أن يكون كأحد كتاب تلك الكتب، ولكن لا يستطيع تحقيق ذلك. لم يكن ذلك مهماً، لأنه كان يعيش على أمل أنه سيصبح كاتباً يوماً ما، وهذا كان يكفيه. أورهان كمال. ولد الكاتب أورهان كمال في عام 1914 في منطقة جيهان في مدينة أضنة، حيث يمكن اتخاذ كتاباته كمصادر مهمة حتى في السنوات القادمة من خلال ما تحتويه من معلومات تتعلق بحياته وتجربته وما مر به من تقلبات، حيث أنه أجبر على السفر مع والده بسبب بعض الأسباب السياسية إلى سوريا ليترك تعليمه في المرحلة الإعدادية ويبدأ بالعمل بغسل المواني، ليعود بعد سنة إلى أضنة ويعمل هناك كعامل. وفي عام 1938 بعد قراءته لكتب كل من ماكسيم غوركي وناظم حكمة، اتهم بولائه ونشره لإشاعات تؤيد الأنظمة الأجنبية، ليحكم بالسجن لمدة 5 سنوات. وفي السجن وبعد تعرفه على الكاتب ناظم حكمة والذي أخذ تأييداً منه، بدأ حياته ومشواره في الكتابة. وفي العام 1943 تم إخلاء سبيله ليقوم بنشر أول حكاية له في ذاك العام تحت اسم الأعواد المعلقة في جريدة أقدام، ليعود بعد ذلك إلى اسطنبول في عام 1950 ليستمر بقية حياته هناك ويستمر بكتاباته. كل الأعمال التي قدمها أورهان كمال هي عبارة عن تجربته في الحياة وتتحدث عن حياته، فهو اختصر كل ما يتعلق بأعماله بأن يظهر لنا مصدره في الكتابة وما تحويه آثاره الأدبية من خلال قوله إني كتبت عن ما خضته في حياتي، كما أنه شرح لنا علاقة الفرد بالمجتمع بلغة صادقة تنبع من القلب ليعتمد على مبدأ الفن لأجل المجتمع، وقد تأثر كثيراً بالأيديولوجية الماركسية ليحمل على عاتقه مسؤولية عكس هذه الأيديولوجية في كتاباته من منطلق أنه اعتبرها مسؤولية اجتماعية يجب تعريف المجتمع بهذه الأيديولوجية. بهذا فإن معظم أعمال أورهان كمال كانت تتناول مواضيع البطالة والفقراء والأحداث الجانحين، كما كانت تتحدث عن حياة المظلومين في المجتمع. تحية للأصدقاء والأزواج، أنا أصبحت رجلاً للطريق الصحيح الذي أؤمن به، هكذا كتبت حتى لو كانت النملة السوداء تمشي في الظلام الحالك فعدم رؤيتها لا ينفي وجودها، وأنا أحببت أن أستمر في حربي هذا لإظهار الحقيقة من خلال أعمالي وفني. فهذه العبارة التي قالها هي عبارة عن ملخص لفنه وكلماته التي كان يسطر بها كتبه. أورهان كمال كان يستخدم اللغة البسيطة
والتي يمكن أن يفهمها جميع أفراد المجتمع في كتاباته، كما أن كاتبنا هذا كان معروفاً بمعلم الحوار لما كان يمتلكه من قوة التحاور والإقناع. ومن أهم خصائصه أيضاً كان يعيش الحدث والبطولات التي كان يسردها في حكاياته، وكأنه جزء من الشخصيات التي كان يحكيها في رواياته. وكانت كتاباته تتميز أيضاً بطبيعة أقواله الشفافة البعيدة عن التزيف، وهذا من أهم ما كانت تتميز به أعماله. هذا الكاتب قد منح الأدب التركي 27 رواية و19 حكاية والعديد من كتب عن مذكراته وكتباً فكرية والعديد من الحوارات والسيناريوهات تناولت الحكايات التي كتبها، وهي مفعمة بالإحساس والكفاح لأجل الاستمرار بالحياة وصراع الحياة والتمسك بالعيش. ومن أهم هذه الحكايات هي الزنزانة رقم 72 وأيضاً حصة الإخوة. ومن أهم رواياته هي بيت العائلة، سنوات الضياع، المذنب، ابن الشوارع، طيور الغربة، والطريق الخاطئ. وكل قراء الكاتب الكبير أرهان كمال يعرفون جيداً أن الأبطال الذين كان يتحدث عنهم الكاتب في رواياته وأعماله هم أبطال عاديون من مجتمعنا وأشخاص عاديون قد تعودنا عليهم. ولهذا فإن العديد من أعمال أرهان كمال قد تحولت إلى أعمال سينمائية، وقد أصبحت أعمالاً مهمة بالنسبة للسينما التركية، كما أن أعماله قد أصبحت وجهة لمعظم المسلسلات التركية، ومنها مزرعة السيدة، الطريق الخاطئ، وبيت من أحد المنازل. إن الذين يسعون إلى السلطة لتحقيق رسالة رفيعة لا بد أن يكونوا من الصديقين والشهداء والصالحين، أو من الحكماء المتجردين والفلاسفة المحلقين. وأين هؤلاء وأولئك؟ إنهم لم ينعدموا، ولكنهم في الشرق الإسلامي عملة نادرة. ومع ذلك فإن أي حكم رفيع القدر لن يبلغ غايته إلا إذا ظاهره شعب نفيس المعدن عالي الهمة. محمد الغزالي. يعرف عمل زواج الشاعر بأنه أول عمل مسرحي في تاريخ الأدب التركي. الكاتب الذي قدم هذا العمل إبراهيم شيناسي ولد في إسطنبول عام 1826، المعروف بشيناسي ليكتب أعماله بلغة بسيطة بعيدة كل البعد عن التعقيدات بلغة يفهمها جميع أفراد المجتمع. كما أن هذا الكاتب قد قام بكتابة رواية زواج الشاعر لأجل القراءة وليس لأجل التمثيل، ولكنه يعرف بأنه عمل مسرحي، حيث إن هذا العمل المسرحي يتألف من فصل واحد يتناول موضوع الزواج التقليدي وينتقده بطريقة كوميدية. تتداخل أحداث العمل المسرحي بعد معرفة بطل المسرحية بأنه بدل أن يتزوج الفتاة التي كان يحبها تزوج أختها، لينتقد بشكل قوي جداً المجتمع التركي الذي كان يتبنى الزواج التقليدي في تلك الفترة. ويتم كتابة الرواية مقتبساً من الأدب الغربي، حيث نستطيع أن نعبر عن تلك الفترة وفترة التنظيمات بأنها فترة التأثير بالغرب والتوجه نحو الأدب الغربي الذي تواجد أثره بشكل كبير في الأدب التركي. وقد تبنى هذا الكاتب المتأثر بشكل واضح بالأدب الفرنسي الأدب الغربي في كتاباته للوصول إلى مستوى الحضارة المعاصرة، ويأخذ بذلك عينات من الأدب الغربي في أعماله. ويعد عمل زواج الشاعر من أحد الأمثلة التي تعتبر فترة العبور في الأدب التركي من الفن القديم إلى الفن الغربي المعاصر. تعد هجرة الأدمغة واحدة من أخطر ما تفرزه الهيمنة من مخاطر، إنها ضياع موارد حيوية من الرأسمال البشري، ضياع لا يمكن تعويضه، ويبدو خطرها واضحاً في انتقال كفاءات كان يجب أن تسهم في تحقيق رفاه بشري في منشأها إلى مناطق أدخمها الرفاه
وأصبحت توفر المزيد من الملاكات الاختصاصية لدعم الرفاه المضخم بأقل التكاليف. عفيف البهنسي.